كابتن عصام عبد الفتاح، انا بعتز جدا بحضرتك وبعتز جدا بكل الطاقم التحكيمي، لكن طالما كان في عقوبه على ناس، ليه ناس ترجع وناس ما ترجعش؟ يعني ابراهيم نور الدين رجع، وكابتن عبد العزيز السيد رجع بعد موضوع بيراميدز مع الجونه لو تتذكروا، وعندك كمان كان في حد احمد حمدي رجع. يعني النهارده كمان شفت وليد عبد الرازق حاجه كويسه جدا، يعني حكم كويس جدا مباراه الداخليه، وين كان في تسلل للداخليه صحيح او على الداخليه اتحسب على الداخليه، ما كانش له علاقه بالتسلل خالص من نص الملعب، وطبعا حتى لو الوقف واحد له في نص الملعب مالهش علاقه خالص، قانون يعني بيسمح بده، لكن في النهايه ما كانتش تبع وليد عبد الرازق. ليه محمد ابو خاطر مش موجود؟ ليه محمد محمود قطب مش موجود؟ طالما الناس رجعت كل يرجع، مش واحد بعيد. طب ارجع بقى لكابتن عبد العزيز السيد. كابتن عزيز، انا مستغرب جدا الحقيقه، والله ما بهزر، يعني يا جماعه حد يقول له ان الفاول داخل ال 18 او ارتكاب خطا داخل ال 18 يستوجب ركله جزاء؟ حد يقول لي كابتن عبد العزيز كده؟ بجد والله ما بهزر، يعني مش ممكن. كل فاول داخل ال 18 الراجل ده ما بيحسبوش خالص. وبعدين انا يمكن قلت مثلا يعني مثلا ايه، في مباراه، في الثانيه، في الثالثه، لكن ده على طول على طول. طب تعالوا نفتكر كده، يعني كابتن عبد العزيز السيد من خلال اللقاء يا ابني ده مش عبد العزيز السيد، ده محمد الحنفي يا سمير. ايوه ده محمد الحنفي. الله، ده يا ابني كابتن محمد فاروق. ايوه انا فاكر طبعا، دي مباراه الانتاج، ده كابتن محمد فاروق. الله، ده كابتن محمد الصباح. يا جماعه احنا عايزين عبد العزيز السيد، ده كابتن محمد الصباح. اهدي اتحسبت النهارده على بيراميدز مع الاسماعيلي، توأم دي، توأم دي بالظبط، توأمها يا جدعان. بس مش مشكله، بس ده محمد الصباح مش عبد العزيز السيد. اه ده حبيبي، ده امين عمر. يا جماعه احنا بندور على عبد العزيز السيد، انتوا حصل لكم لبس عبد العزيز السيد. ده امين عمر برضو. يا اولاد الذين، رجعتوا لمحمد الحنفي تاني؟ يا اولاد الذين. طب انت بتحضر لعبد العزيز السيد ولا ايه؟ صعب قوي كده. ده احمد حمدي، ده احمد حمدي، ده احمد حمدي برضو، ده كابتن امين عمر. الله، هو بعيد قوي كابتن عبد العزيز السيد كده. يا ولاد الذين، كل ده عشان نجيب عبد العزيز السيد؟ ده كابتن محمد فاروق. ده انتوا بتختبروني على الهوا على فكره. ده كابتن الحنفي النهارده، دي بتاعت النهارده دي. ده كاسونجو نهائي الكاس، ده نهائي، ده كابتن محمد فاروق، افتكرت، ده كابتن محمد فاروق، ده كابتن محمد فاروق، ده كابتن محمد معروف، ده كابتن محمد معروف. دي بقى يعني لو احنا معانا حكم، بصوا دي اتحسبت النهارده، دي سموحه، خليها واقفه شويه، دي سموحه كويس بقى، واحنا بنستعرض اهو، دي سموحه مع حرس الحدود النهارده. ابو ابيض ده سموحه على يعني ان لم يخني التوفيق في الاسماء، ده حسام حسن، ده حسام حسن. والناحيه الثانيه وليد ازارو، الاثنين قدام بعض اهي. دي اتحسبت ودي ما اتحسبتش. لو كان معانا نفس الحكم اللي بيحكم اللقاء بتاع سموحه وحرس الحدود، اكيد كان حسبها. هو نفس الحكم؟ يعني ابراهيم نور الدين في الاثنين وحسب دي وما حسبش دي؟ ماشي يا عم، كمل يا عم. ده امين عمر. يا جدعان احنا عايزين محمد يا عبد العزيز، مش بهزر بقى. ده محمد معروف. يا نهار ابيض عليكم. ده ابراهيم نور الدين. يا جدعان، ده المونديالي جهاد جريش. ده جهاد جريش. ايوه هو ده، بس كده، بس هو ده عبد العزيز السيد، هو ده. انا اتفاجئت، هو كابتن عبد العزيز السيد. ايوه هو كابتن عبد العزيز السيد، تمام التمام. ياه ياه
لا في صورة ليه النهارده كمان مع ماشي. لا تعالى الآن. طيب أنا كابتن عبد العزيز يعني هو حكم مباراة لينا مرة زمان كده مع الداخلية، ده طرد يعني مفيش مشكلة. لا تعالى لي بقى، تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي. أنا كان نفسي تحسب ضربة جزاء وأنا مسافر، قعدت أدعي يا رب تحسب ضربة جزاء حتى لو مش صحيحة، أنا موافق يعني حتى لو مش صحيحة، سيبك إنها تبقى على الأهلي أو للزمالك مش مهم، يعني تبقى لصالح الزمالك وضد الأهلي مش مهم، تبقى على الأهلي وللزمالك مش مهم، أي حاجة يعني، المهم إن أنت تحسب ضربة جزاء. نفسي أشوفك بتحسب ضربة جزاء يعني اي فرقتين حتى لو قسم رابع او قسم ثالث مثلا، يعني ميت غمر بيلعب مثلا منية سمنود مثلا، يعني من ده كمان في واحده منية سمنود، يا نهار ابيض يا كابتن عبد العزيز. اوكي يا جماعه موضوع باختصار شديد جدا عشان خلاص انا لازم استقبل ضيوف، يعني كابتن عبد العزيز السيد مش ممكن بيراميدز مع الجونه في ضربه جزاء مش طبيعيه لبيراميدز، مش طبيعيه وقدام عينيك، ثلاث ضربات جزاء في مباراه طنطا والزمالك قدام عينيك، منيه سمنود قدام عينيك، ده انت في منيه سمنود حسبت فاول على المهاجم، يعني قادر ايه يا جدع ايه يا جدع، كنت هروح اصلي نهضه في النفيسه سيده نفيسه عشان تحسب ضربه جزاء بس والله، يعني مش عايز اطول في الكلام ده، لكن في النهايه اي خطا داخل منطقه الجزاء على الاهلي للاهلي للزمالك على الزمالك احسب يا سيدي احسب يا سيدي، مفيش مشكله خالص، اي خطا داخل منطقه الجزاء احنا ما بنلعبش الاجوان بره منطقه الجزاء يا كابتن عبد العزيز، يعني الاجوان ما بتطلعش بره ال 18، مفيش ضربات جزاء بتتحسب خالص، والزمالك له ضربه جزاء كمان بتاعت كهربا في ماتش منيه سمنود، ده مش ممكن مش طبيعي كده، يعني كابتن محمد الحنفي استمرارا برضو لعدم ضربات الجزاء، النهارده بيراميدز ليها ضربه جزاء حسب واحده للاسماعيلي، لكن بيراميدز ليها ضربه جزاء يا جماعه، اي خطا داخل ال 18 حتى لو كان في 3 4 مرات، يعني اسالوا كابتن جمال غندور يعني له في الموضوع ده بشكل كبير جدا، اول حكم في التاريخ في تاريخ مصر كلها يعني ان لم تخن الذاكره، يعني حسب 4 ضربات جزاء في ماتش واحد للزمالك قدام القناه، 4 ضربات جزاء، وفي الاخر لما يقول لك الاهلي بيتجامل بالتحكيم لازم تصدقه، لما يقول لك اتحاد الكوره بيجامل الاهلي لازم تصدقه، يعني اهو الصوره قدامنا اهي في الاربع خمس ست سنين اللي فاتوا، بس ما بالك لما ما كانش في ميديا اساسا ولا في يعني لقطات. بعد الفاصل مع نجومنا كابتن عادل طعيمه وكابتن محمد حشيش والكابتن شريف عبد المنعم.